حبايبي الحلوين، ولا سلامات ولا كلمات، هنكمل ولا كأن حصل حاجة خالص. هنا ال present continuous وال past continuous مع positive have و get. احنا متفقين من الفيديو اللي فات ان have و get انا بطلب من شخص ما، بخلي شخص ما يعمل لي حاجة تانية. جميلة قوي. المرة اللي فاتت اتناقشنا على ال past simple وال present simple، المرة دي present continuous past continuous. جميل قوي جميل قوي، انا ما عنديش مشاكل. تمام. بيحبني معلش اهو. فانا بكل بساطه هشوف الفورم الصيغه بتاعتها والاكزامبلز وهكمل عادي خالص زي ما احنا متعودين على اليمين الصيغه. تعالوا نشوف مع هاف انا هعملها ازاي. طبعا برضو متعودين اكتف وباسيف، الجملة العادية والجملة المبنية للمجهول. يلا في الحالتين مع طبعا مع have، مدام continuous يبقى ing خلاص ما من غير تفكير. في الحالتين هحط am و is و are، في حالة الجملة العادية وفي حالة الباسيف اللي هو المبني للمجهول. تمام. having مفيش مشاكل، زائد الايجنت. الايجنت ايه؟ الشخص اللي انا بطلب منه الحاجه، طبعا زائد الفعل. تعالوا نشوف مثال اهو. مراد is having a friend تمام fix the car. هو العربيه فين؟ مراد مخلي واحد صاحبه ان هو يصلح العربيه. تاني، مراد is having a friend fix the car. طب لو انا عايزه اقول مراد مخلي العربيه تتصلح، مراد is having the car fixed. ايه ده، ازاي عملتيها ازاي يا باشا؟ انا ما غيرتش حاجه. الام والاز والار زائد having زائد الاوبجكت اللي احنا متفقين عليه اللي هو المفعول به زائد البي بي، ما حدش غير لي البي بي. بس اهو ام واز وار هما الاثنين زائد having في الجمله العاديه. الايجنت او الفاعل سوري الشخص اللي بيساعدني او الشخص اللي انا خليته يعمل لي الحاجه مع الفعل، وفي الباسيف المفعول به وبي بي. او is having his friend help him، او مراد is having his car fixed. طب هي مع getting هتتغير؟ والله ولا اي حاجه، هي هي الام والاز والار زائد getting في الحالتين سواء جمله عاديه او او مبني للمجهول. الجمله الاولانيه هحط الايجنت عادي خالص اهو. مراد is getting a friend to help him. اخد بالي من to مع get في الجمله العاديه to get to اهو. مراد is getting a friend to help him. مراد مخلي واحد صاحبه يساعده. طب ولو passive لو مبني المجهول، مراد is getting helped by a friend. مراد يتم مساعدته بواسطه صديق. بس خلصت كده، الموضوع انتهى. جميل. طيب ماشي. تاني ال present continuous في الحالتين ام سواء have او get، ام is are، having getting جمله عاديه، agent او بلاش agent عشان ما تتلخبطوش، المساعد المساعد بتاعي او الشخص اللي هيعمل الحاجه في الجمله العاديه المساعد والفعل، الجمله الباسيف object pp، و getting هي هي ام is are، getting في الجمله العاديه agent فعل، في الجمله الباسيف object bp. خلصت. طب انا هعمل ايه في الباست كونتينيوس يا باشا؟ يا باشا الفيرب تو بي في الباست هيتغير was where، وهعمل نفس اللي انا عملته اهو اهو. الفعل الضمير بتاعي was a were زائد ال having، طبعا في الجمله العاديه agent فعل، في الجمله الباسيف object pp. خلصت. يلا تعالوا نشوف مثال. جوليا was having her mom clean her room. جوليا كانت مخليه مامتها تنظف الاوضه. جوليا was طبعا having her mom، her mom دي اللي هي الايجنت، clean her room الفعل. طب لو انا عايزه اقول جوليا كانت اوضه جوليا كانت بتتنظف، Julia was having her her room cleaned. اهو ام سوري was the word
getting أو having مش هتفرق. am و is و are. having object المفعول به pp. أقسم بالله هم كلهم نفس الحاجة بغير having و getting بس. وطبعا حسب الزمن am و is و are was و were. Julia was having her mom clean her room. okay. Julia was having her room cleaned. والموضوع خلص. طب انا هعمل if getting. يا لهوي هعمل if getting. بص معايا كده. Julia was getting her mom to clean her room. هو عشان برضو اقول لكم الفرق بالظبط. ايه الفرق ما بين getting و having؟ having هنا مامتها already بتعمل الحاجات دي، هي بتطلب من مامتها عادي. getting her mom هي لسه يعني برضه هتخليها بس بتطلب منها باسلوب اقناعي شويه. لو ماما معلش ممكن تنضفي لي اوضتي بليز كده، على اعتبار ان جولي بنت مدلعه يعني. Julia was getting her mom to clean her room. طب انا عايزه اعملها بقى passive وانا ما كتبتهاش. انتوا هتقولوا الصيغه اهي قدامك اهو اهو يا عمر اهو 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 هي ندى اهي. ال subject was a were getting object pp. هي ايه اللي بتتنظف او ايه اللي بيحصل؟ الروم. يبقى Julia was getting her room cleaned. تاني في ال present am و is و are. في ال past was و were. في ال present كله نفس الحاجة، انا مغيرتش اي حاجة. having having getting getting having having getting getting. في ال active اللي هو الجملة العادية خالص البسيطة ما فيهاش حاجة، بحط الايجنت والفعل وبكمل. في الجملة الباسيف بحط الاوبجكت والبي بي، سواء هنا سواء هنا. انا كده خلصت البريزنت كونتينيوس والباست كونتينيوس. احنا هنكمل عادي خالص لسه البيرفكت والبيرفكت مودلز هكملهم. انا كده خلصت البوزيتيف يا جماعه. والله بصوا انا عامله اللي عليا بزياده، وربنا اعلم الوقفه بتاع عشان خاطركم، عشان نحاول يعني نلحق الناس كلها واساعد الناس كلها يعني واحده واحده. انا بحط مثالين على كل زمن وكل جزء، المجرد ان انتوا تفهموا اكتر. وهنحل مع بعض ان شاء الله اكيد. يلا ربنا معاكم. باي باي.